بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا بالنسبة عندنا بالنسبة للتجربة الأخيرة اللي حكينا عليها سابقا، وقلنا النقطة اللي مهمة جدا، قلنا البرمجة ما زال ما حكيناش عليها، لكن نحن تو بنشوف تطبيقات البرمجية اللي نحن نصبهم في الكمبيوتر وبعدها نصبهم في المايكرو كنترولر باش بعدين نتحكموا في حاجة خارجية. طبعا هنا بالنسبة للتطبيق هذا اللي هو مازال موجود قدامنا، اللي هو عندنا دايود خارجي نتحكم فيه باستعمال هذا المعالج، دايود خارجي. الدايود هذا عبارة عن لمبة نعطيه 5 فولت أو 3 فولت في الموجب نتاعه ونعطيه الأرضي، فأنا وصلت الخيط هذا بالجراوند الأرضي مكتوب عليه جي ان جي، والآخر وصلته بالسلك رقم 13. طبعا أنا عندي سلك رقم 13 14 15 يهمني في البرمجة بعدين نذكر نقول أنا نبي نركب في الخطية. طبعا سلك رقم 13 هو السلك اللي مربوط عليه الدايود اللي شايفه يطفى الأصفر هذا، شفته معاه. فأنا طبعا نقدر أنا البرنامج اللي موجود عندي هنا، البرنامج أي برنامج مكتوب بالسي الخاصة بيش السيل خاصة ببرمجة هذا المايكروسوفت، هو عبارة عن مجموعة أجزاء. أول جزء نسموه فيه جزء التهيئة. جزء التهيئة شنو فيه؟ هكي مبدئيا حناخذ عليه فكرة مبدئية وحنتعمقوا فيه. يبدأ من كلمة أول أرس من فاليد. طبعا بالنسبة للفاليد سيت اب هذا خاص بيش بتهيئة الخيوط هذي. فنحن هيئنا الخيط هذا اللي بنهيئه، الخيط هذا نقدر نستعمله كانبوت ولا نستعمله، فقلنا نخليه اوتبوت هذا الامر. طبعا فعندنا الامرين، امر فاليد سيت اب عمليه التهيئه او جزء التهيئه يتكون من ايش؟ من قوس بدايه مفتوح في الجمع على اليسار والقوس الثانيه ففيه. فنحن قلنا شو؟ قلنا شغل الخيط رقم 13 كاوتبوت. طبعا ما زال ما نشرحش في الليل، لكن بناخذ فكره عامه هكي، ناخذ فكره عن الموضوع هذا. فقلنا البن مود معناها اجعل هذا الخيط يشتغل اوتبوت. شنو هو الخيط؟ شنو اسمه؟ اللي هو ليد بيلت اند. كلمه ليد بيلت اند الليد اللي هو معناها الخيط رقم 13، سواء قلنا الخيط رقم 13. وبعدين البرنامج الفعلي يبدا من هنا، البرنامج الفعلي يبدا من هنا بالفاليد لوب. فاللوب معناه يقدر يشتغل كلوب، يقدر يشتغل على طول، يبرم يكمل، يبدا في الخطوه هذه ينفذ الخطوه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، وبعدها يرد من جديد الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، ويرد يقدر يبرم الى ان يطفى عليه الضي الى ما لا نهايه، ما يوقفش بكر. يقدر ينفذ الخطوه الاولى بعد الثانيه الثالثه الرابعه، بعدها الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، وهكذا يقدر يبرمها. فهذا صنف لوب، معناه حلقه لا متناهيه. اول خطوه شو قلنا؟ قلنا ديجيتال رايت، معناه اكتب في الخيط رقم كم؟ في الليد بلت ان اللي هو الخيط رقم 13 هذا، اكتب فيها هاي معناها شنو؟ هاي معناها 5 فولت. معناها شنو معناها 5 فولت؟ 5 فولت معناها اللمبه تولع. قلت له ولعها، وبعدين طبعا قلت له ولعها، لو كان قلت له لو معناها حيطفيها. هاي معناها يجلس لها 5 فولت، لو معناها يجلس لها 0 فولت، لما نقيسوها نلقوها 5 فولت طالعه من هنا، لو معناها 0 فولت. أنا بالنسبة بعدها درت أمر روح آخر اسمه ديلي معناها تأخير، قلت له أخر 400 يعني ولعها وبعدها تأخر، وبعدها يقدر ايش معناها اللد هذا حيشتغل حيولع لمدة شنو؟ حيولع 4 ثواني. نقدر نحدد طبعا أي برنامج نبي ننفذ نزر البطمة هذه، بطمة سهلة، مجرد نزرها يقدر ينفذها، فقاعد ينفذ تو شفتوا؟ قاعد ينفذ ولع وطفوا، بعدها قد ولع لمدة كم؟ 4 ثواني، ثانية أولى، ثانية، ثالثة، الرابعة، 4 ثواني، بعدها يطفى، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، وبعدها شو؟ يطفى، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، وبعدها يطفى، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ويطفى. ليش قال الأولى، الثانية، الثالثة؟ لأني أنا درت الديلي 4 ثواني، لو كانت درت الديلي خليتها ثانيتين بس أنا، بدنا نقول له نخلوا الديلي 200 لكي يمثل دقيقتين، معناها ثانيتين بس، ونفذنا البرنامج المفروض مش حاجة. شوفوا كيف نديروها، قلنا له نفذه من جديد، قاعد ينفذ فيه، وعشان خلاص واحدة اثنين طفاء، 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 وهكذا. معناها ليش؟ لأني درت التأخير. شنو التأخير؟ التأخير 2000 مايكرو سكند.
هذا خطوة متاع تأخير، خطوة حندرسوها نحن. يعني نحن مبدئيا ناخذ فكرة على البرمجة عربي، يعني نقدر نبرمج بالعربي الفصيح، نقدر نبرمج أي شيء، نقدر نشغل ماكينة لمدة ساعة، نقدر نشغل الماكينة اللي بعدها لمدة ساعتين وهكذا. نقدر إذا كان درتها في مزرعة نقدر نشغل الخط الأول نص ساعة، والخط الثاني في المزرعة إذا كان ركبتها على الريلي، كنا ماذا ركبتها على الريلي أنا، والريلي هذا ركبته في محرك أو ريل أو سلمين وهكذا. فنقدر نتحكم يعني بمعنى بإمكاننا استعمال هذا المايكرو كنترولر، وأن هذه الدائرة في التحكم في العالم الخارجي، يا في داير يا في ريلي، والريلي هذا نربط به إيش حاجة خارجية ونشوفها في التجربة الجاية. أوكي، يعني معنى أي برنامج قلنا عند برنامج عند عملية التهيئة، وعندنا البرنامج لو البرنامج الفعلي، البرنامج الفعلي يبدأ هو لوب والنهاية بتاعه اللي هو الخط القوس بتاع البداية وقوس النهاية. طبعا البرنامج هذا مكون من أربع خطوات، ديجيتال قلنا له رايت هاي، وبعدها ديلي، وبعدها ديجيتال رايت لو. لو معناها طفيها، قلت له ولعها وبعدها طفيها، ولعها طفيها، ولعها طفيها، لكن لما يولعها يتأخر أربع ثواني ويطفيها، يولعها يتأخر ثانيتين ويطفيها، يولعها يتأخر ثانيتين ويطفيها، يولعها يتأخر ثانيتين ويطفيها، ويرجع من جديد وهكذا. فدرنا ديلي، حتى التأخير بتاع الديلي درنا له كم؟ درنا له ثانية واحدة، يولعها يراجي ثانيتين وبعدها يطفيها، وبعدها يراجي ثانية واحدة وبعدها يرد من جديد يولعها يتأخر ثاني. فنحن في الديلي هذا إذا كنت تحكم فيه نقدروني، فأمر ديلي هذا أمر تأخير، قلت له وخر، وقف، امسك نفسك لمدة ثانيتين باش تعدي للخطوة اللي بعدها هكذا. فنحن هنشوف التطبيقات. طبعا الكلام هذا شنو يعني، كيف نقوله، نظرة عامة على البرمجة، لكن حناخذ الأمر هذين خط بخط ونشوفهم في التجربة الجاية إن شاء الله.